السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن فاتح شهر ربيع الأول وعيد المولد النبوي. وذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بلاغ لها أنهت فيه إلى علم المواطنين والمواطنات أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول للعام 1446 للهجرة، وذلك بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 صفر 1446 للهجرة الموافق للثالث شتنبر 2024 ميلادية. واتصلت بجميع مندوب الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته عليه، فإن شهر صفر يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الأول هو يوم الخميس 5 شتنبر 2024، وعيد المولد النبوي هو يوم الاثنين 12 ربيع الأول 1446 الهجرة الموافق للسادس 10 شتنبر 2024 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد المولد النبوي الشريف على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وصينه السعيد صاحب السمو الملك الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهنا، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.